انا كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين. اتكلم معاكم كلمه كلمتين ان شاء الله، واسمعكم كلمه كلمتين لاخواننا اللاجئين في مصر هنا صراحه، وما انا اللي حصل عليهم ده والظروف اللي حصل عليهم ده والصعوبات اللي حصل في مصر ده. الكلام ده انتوا كلكم شايفينه، يعني ارجوكم خاص اي زول داير مش يخليه يمشي يوخي يا جمالنا هناك مع استاذ فريد الاتحاد الافريقي، ويوخي يارم الحقوق وين، يعني حقوق المفوضيه بتاعت الخارج، ما المفوضيه بتاعت مصر هنا. ده بالنسبه للمفوضيه بتاعت مصر ده، بالنسبه للمفوضيه يعني رحابيه، المفوضيه من غير حقوق الانسان. الاتفاقيات اللي هم عاملينها سنه 1951 و 52، فبالنسبه ما في اي مساعدات للاجئين. فانا دار اكلمكم كلمه كلمتين، لازم تحاولوا تعرفوا نفسكم كلنا اللاجئين، نكون كلمتنا واحدة ومندمجين مع بعضينا وكلنا اللاجئين. نتمنى ربنا يسهل لنا إن شاء الله 2023 إن شاء الله، وكلنا نعمل التزام، التزام الثورة لنكتب الغايرة هنا بأي طريقة، لازم نطلع من 2023 إن شاء الله. نتمنى ربنا يسهل لنا إن شاء الله من القرار الأمريكي بتوصيلة البيس لصيغة السفر بأي طريقة، عشان ربنا يسهل لنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله، ده بيسهل لنا إن شاء الله. فبقينا 2000، بقينا 3000، ونحاول نقدر شنو نوخو برنامج بتاعت أفريقيا ده، نوخانا وباقي الناس الموخو خليهم الرخوان يمشي وخو. وأنا اسمه أستاذ فريد بتاعت أفريقيا، وهو ما هو المسؤول من الحاجات دي. فيوروكم الجهة دي تعملوا كيف، وده هو كيف، وطبعا بعيد من المفوضية بتاعت المكتب المصري، من المفوضية بتاعت مصر الظاهرة ده بالذات، تبعت منه بعيد كيف، وتقدر تعرف حقوقك كيف، وانت هنا تعبان ويجيكوا تأجر بيوت للمصريين، وتقعدوا هناك في السوق تشتري لهم أسواقهم، ويعملونا خسر مخ يا فارخة، ونحن مع ناس مخنا قافلين، لكن إن شاء الله نحاول رسولنا اتفتحت بعد ده بإذن الله إن شاء الله. فأي سوداني إريتري صومالي أي لاجئ نتمنى له إن شاء الله سعيدا، والكلام ده يمشي ليطلع خارجي وداخلي إن شاء الله بإذن الله. بننشر بعبر الفيس والتويتر، وبننشر عبر اليوتيوب، ينشر بننشر الحياة كله إن شاء الله. ونعتاد ربي لازم يسمو يصبحوا لهنا كلامنا، قاعد يتكلم اللاجئين تجيبنا، ما في لاجئ بقعد 13 سنة، ما في لاجئ بقعد 15 سنة، ما في لاجئ بقعد 20 سنة هنا، ما في لاجئ بقعد في مصر هنا، وده جزء من الجزء من الرعاية الإرهاب.